انا غاوي انا ناوي كاس العرب مصراوي دوت. كانت هتافات الجماهير المصريه النهارده بعد فوزها على منتخب السودان بنتيجه 5-0. مليون مبروك للمنتخب المصري وكل الجماهير المصريه على الانتصار الغالي والكبير اللي بيحققه منتخب مصر على منتخب السودان بنتيجه 5-0. دوت اكبر نتيجه اتحققت حتى الان في بطوله كاس العرب يعني السنه دي. يعني خلينا نكلمكم على كواليس اللقاء بقى وكواليس استاد 974 اللي بيستضيف لقاء مصر والسودان النهارده، واللي هو استاد الحاويات كده يعني. وانت داخل على الاستاد، الاستاد مصمم كله بالخارج كده بالحاويات، ودوت اللي بيلفت انظار كل الجماهير اللي كانت مشاركه النهارده واللي كانت حاضره النهارده. المدرجات باين بقى يعني التجهيزات على استاد 974 اللي بيستقبل مباراه مصر والسودان النهارده. واضح بقى اللي فيه غرف واجنحه خاصه النهارده للضيوف ومتواجده في الاستاد. الجناح الخاص دوت بيكون متواجد كده في سرير وتلفزيون وكل حاجه، يعني زي الغرف الفندقيه كده، يعني حاجه على اعلى مستوى النهارده في استاد مباراه مصر والسودان. لكن لو كلمتكم على اجواء المباراه النهارده، الجماهير المصريه من اولى اللحظات بقى وهي بتهتف وبتحتفل بشكل كبير جدا جدا بكل لاعبتها اللي استقبلتهم بهتاف قوي جدا، وبدات تسقف لهم وتحييهم. اول لما بداوا ينزلوا يتفقدوا ارضيه الملعب بدا على طول عدد كبير جدا من الجماهير المصريه تسقف للاعيبه المنتخب الونش وقفشه نازلين، وبيدخلوا مع بعض في وصله حديث كده اول لما نزلوا لارضيه الملعب. واثناء تفقدهم لارض الملعب، الجماهير المصريه النهارده بقى على كل الالوان كده، اللي واقف وبيتصور وبلتقط الصور التذكاريه، واللي جاي وشايل عباره كده اي لاف ايجيبت، وكل الكل باين عليه التركيز، والكل باين عليه السعاده، والكل باين عليه الاحتفال النهارده اكتر من حد من الجماهير المصريه. يعني بيكون حريص اللي هو لابس الزي الفرعوني كده اثناء تواجدهم في المباراه. وجمهور السودان النهارده، جمهور السودان هو كمان متواجد بالاسر اكتر من حد من جماهير السودان، حريصه انها تكون متواجده عشان تآزر منتخبهم النهارده امام منتخب مصر. لكن خليني اقول لكم ان كل الجماهير المصريه استقبلت كل لاعبتها بالهتاف القوي، التصفيق القوي جدا جدا طول المباراه، هتاف مستمر وتشجيع مستمر من يعني كل الجماهير المصريه اللي كانت بتسقف وبتهتف للاعبتها بشكل كبير جدا النهارده. حمدي فتحي بقى هو اللي كان حريص اللي هو يكون ظاهر مع لاعيبه المنتخب الوطني رغم استبعاده من القائمه بسبب اصابته كده في المباراه الاخيره، لكنه كان حريص اللي هو ينزل ويتفقد ارض الملعب مع لاعيبه المنتخب ويجي من الفندق مع المنتخب عشان يناظرهم من استاد 974. يعني خلينا اقول لكم بقى اللقاء النهارده لقاء ناري، الجماهير المصريه ما بطلتش هتافات من اول اللقاء، خصوصا بقى اول لما جاب المنتخب المصري كده الجون الاول، واللي بدا كل الجماهير تهتف وتحتفل بشكل كبير جدا، سعاده واحتفالات قويه جدا باين على كل الجماهير المصريه. اول لما جه الجون الثاني خلاص بدا بقى كل الجمهور يهتف بشكل اقوى، وبدا بقى يهتفوا ولسه 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 بادئ بقى السعاده، وباين الاحتفال وباين يعني الحفاوه الكبيره عند كل الجماهير المصريه، وباين بقى لحد ما الصدمه كده على جماهير السودان اللي واقفه مستغربه جدا من عمليه سير المباراه، وان المنتخب المصري كده يعني بيخطف هدفين في اول 15 دقيقه. لكن خليني اقول لكم الوضع لحد ما مستر كروش النهارده ما قعدش كده طول المباراه واقف على الخط، طول المباراه بيتكلم لاعبته على طول، توجيهات مستمره، صدمه باين بقى على كل مشجعي المنتخب السوداني النهارده، وهتاف ودعم مستمر جدا كتير جدا من كل لاعيبه ومن كل جمهور المنتخب الوطني لكل لاعبته. لكن خليني اقول لكم الاول لما جه طبعا الجون الثالث حفاوه بقى واحتفالات كبيره جدا في كل المدرجات، وبدا بقى على طول الجمهور المصري يهتف بقى انا غاوي انا ناوي كاس العرب مصراوي، هتافات وسعاده واحتفالات قويه جدا على كل الجماهير المصريه النهارده. الاول بقى لما انتهى الشوط الاول بدات تظهر عليها الاحتفالات، بداوا يقفوا ويعني ويتكلموا ويرقصوا ويحتفلوا ويتصوروا في المدرجات. على الجانب الاخر بقى يعني منتخب وجماهير السودان باين عليهم الحزن وباين عليهم الغضب، واقفين بيتكلموا مع بعض، وباين اللي هم مش عاجبهم يعني نتيجه اللقاء، وباين اللي هم غضبانين جدا من يعني تقدم المنتخب الوطني عليهم في الشوط الاول بثلاث اهداف. لكن الشوط الثاني بقى كان هو الشوط الحماسي اللي عند كل جمهور المنتخب الوطني، بدا على طول يعني الخوف كده يظهر على عدد من الجماهير اول لما اتصاب زيزو، وبدا كل الجمهور يسقف له ويحييه ويشجعه بشكل كبير جدا اول لما تم تغييره، وبدا النهارده كل الجمهور يهتف للونش بشكل قوي جدا اول لما تم تغييره هو كمان. يعني هتافات مستمره وقويه جدا من كل الجماهير المصريه لكل لاعبتهم اللي بداوا على طول يهتفوا للشناوي كده اثناء تواجده الشناوي السد العالي، يعني سعاده واحتفالات وهتافات مستمره، حجازي بتهتف له، الشناوي بتهتف له، كل لاعيبه المنتخب الجمهور بيهتف لهم باستمرار. لكن اول لما جاي بقى المنتخب الجون الرابع كل الجماهير احتفلت بشكل هستيري في المدرجات، وبداوا بقى يهتفوا يعني لسه ولسه ولسه، يعني بين السعاده وبين الاحتفالات على كل الجماهير المصريه، وبات بقى الراحه والارتياح كده على كل دكه المنتخب الوطني اللي بدا على طول اكتر من حد من المنتخب يقوم بقى ويسقف للاعيبه ويحيوا اللاعيبه، السعاده باين عليهم والاحتفالات باين على كل دكه المنتخب الوطني. لكن خليني اقول لكم وسط السعاده دي بقى غضب باين عند عدد من الصحفيين السودانيين اللي
المتواجدين النهارده واللي بداوا يقولوا كده هم قاعدين في المدرجات، يعني يا حكم يلا خلص الماتش يعني وانهي يلا يا كابتن. على طول باين السعاده على الجماهير المصريه اللي اول لما جه الجون الخامس على طول بقى بدا الكل يهتف وبدا الكل يحتفل بشكل كبير جدا وبدا الكل يعني يرقص كده في المدرجات ويقول يعني مع السلامه مع السلامه اولاد النيل. باين بقى التحيه وباين الاحتفالات على جمهور المنتخب الوطني اللي كان النهارده العلم المصري جنب العلم يعني السودان كده، وكل الجماهير المصريه بدات يعني تهتف وتسقف للسودان في اخر دقيقتين في المباراه كده. بداوا يهتفوا للجمهور السوداني وبداوا يهتفوا للمنتخب السوداني وبداوا يسقفوا لهم وحيوهم بشكل كبير جدا. يعني اول بقى لما انتهى اللقاء النهارده سعاده واحتفالات قويه جدا جدا على كل الجماهير المصريه اللي بدات تقف وتهتف للاعبتها وتسقف للاعبتها بشكل كبير جدا، وبداوا يقولوا يعني تعالى كل لاعيبه المنتخب يعني تيجي، وبدا على طول لاعيبه المنتخب توجه لهم وسقفوا لهم كده ويحيوهم بشكل كبير جدا. بدا على طول كل الجماهير تهتف للكابتن وائل جمعه اللي بداوا يهتفوا له ويحيوه بشكل كبير، وبدا يقوم كده ويروح ويحييهم اثناء او قبل خروجه من الملعب. بدا على طول برده الجمهور يهتف للكابتن محمد شوقي اللي بدا يحييهم وبدا يسقف لهم كده بعد نهايه المباراه. لكن خليني اقول لكم ان احمد رفعت بقى هو اللي كان باين عليه الاصابه النهارده اثناء خروجه كده من الملعب بعد ما تم اجراء عدد من المقابلات الاعلاميه كده معاه. كان اثناء خروجه كده الجمهور بيسقف له، كان باين اللي هو يعني يعني خارج مصاب كده. الجماهير السودانيه لحد ما كانت بتسقف للاعبتها بعد نهايه المباراه، باين السعاده وباين الاحتفالات على الجماهير المصريه اللي ما كانتش عايزه تخرج من الملعب واللي واقفه عماله تسقف كده وعماله تحتفل بعد نهايه المباراه. على طول اكتر من حد من الجماهير واقف يلتقط الصور التذكاريه. يعني النهارده مباراه قويه جدا بيأديها المنتخب الوطني امام منتخب السودان بنتيجه كبيره جدا بيحققها النهارده، وبيفوز بنتيجه 5-0 عشان يتساوى كده مع الجزائر في عدد الاهداف. والاثنين كده نستنى بقى ان شاء الله ان شاء الله للمنتخب الوطني يقدر يحقق الفوز على منتخب الجزائر في المباراه المقبله، ويقدر ان شاء الله يكون المنتخب الوطني هو المتصدر لمجموعته.